ايه خالد، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك لك طبعا يا ايه النهارده على مباراتكم مع نادي هليوبلس. شايفه المباراه النهارده ازاي، اداء لعيبه النادي الاهلي، وكمان ايه ابرز التعليمات اللي قالها لكم كابتن ابراهيم في المباراه النهارده؟ الله يبارك فيكي. النهارده مباراه مع هليوبلس الماتش كان نسبيا سهل عن الماتشات اللي فاتت. تعليمات الكابتن ان احنا يعني لازم نحترم كل الفرق ونديها نلعب باقصى حاجه عندنا، والنهارده دي كانت كل تعليماته ان نقلل اخطائنا، وده اللي احنا حاولنا نعمله النهارده، والحمد لله كسبنا فرق سكور كويس قولي لي طبعا يمكن احنا لسه في بدايه السيزون، ما لعبتوش مباريات كتيره في بطوله الدوري، قولي لي استعداداتكم ازاي كانت عامله لبطوله الدوري في البدايه في الاوف سيزون، استعداتوا ازاي للبطوله، وكمان شايفه ايه التعليمات دايما بيقولها لكم كابتن ابراهيم في المباريات دي، بخاصه ان المباريات دي تعتبر مباريات تحضيريه للادوار الاصعب والادوار النهائيه. احنا يعتبر ابتدينا تحضير من بدري، من شهر 7 كنا تقريبا اول ناس تبتدي، يعني بقى لنا فتره كبيره بنتمرن، والماتشات دي يعتبر ماتشات فعلا تجريبيه للماتشات الجايه لدور الادوار اللي جايه. فاحنا كل دلوقتي اهدافنا ان احنا نحاول ننفذ اللي احنا بنعمله في التمرين من غير اخطاء، دي انسب فرصه في الماتشات دي ان احنا نعرف ننفذ كل حاجه فيها، والحمد لله ماشيين كويس لحد دلوقتي. خالد بشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله في المباريات القادمه. شكرا ان شاء الله. شكرا.